فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. وكثير من المتسرعين يبادر إلى هذا الكسر الذي هو الطلاق، وكثير منهم يبادر إليه عند أتفه الأمور وأخل الأشياء، وهذا من ضعف في هؤلاء الرجال وعدم تحقق معاني الإحسان واللطف التي تتحقق بها الحياة الزوجية الكريمة. فبعضهم ربما طلق عند نوع من الطبخ أو نوع من الغسيل أو نوع من الترتيب للبيت أو نوع من الترتيب لنفسها أو نحو ذلك، كسرها طلاقها. بينما الحق في هذا المقام أن يعمل على المعالجة باحتمال وصبر وأناة ورفق وطول نفس مع المرأة، وتزين الأمور شيئا فشيئا بإذن الله سبحانه وتعالى.